السلام عليكم الإخوة المتابعين والمشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم جميعا. إن شاء الله في هذا الفيديو سوف أوضح لكم طريقة التقاط الصور عن طريق الآلة المخصصة لالتقاط الصور التي توفر لك كود أو رقم تسلسلي من خلاله يمكنك إدخال بياناتك عن طريق الإنترنت والحصول على الوثائق الإدارية التي تحتوي على صورة شمسية خاصة بك من دون أن ترسل الصور الشمسية عن طريق البريد. تابعوا مع إخواني في هذا الفيديو وسوف تكتشفون معي الطريقة الصحيحة لهذا الأمر بإذن الله. سوف أترككم مع هذا الفيديو التعريفي والتطبيقي. السلام عليكم الإخوان، إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله واحد الموضوع خفيف ظريف، ولكم إن شاء الله الآلة أو ماشينة اللي تأخذ منها الصور للصور الشمسية الخاصة بك، اللي الآن تقدر ترسل يعني الصورة نتاعك مثلا للموقع INTS فقط بمجرد أنك ما تكتب بعض الأرقام إن شاء الله بدون ما ترسلهم عن طريق البريد. مثلا الإخوان أنا غادي نوريكم إن شاء الله هذه الماشينة كيفاش تأخذوا منها إن شاء الله الصور اللي تحتاجوها أثناء تغيير رخصة السياقة، إذا أردتم يعني تغيير رخصة السياقة عن طريق الإنترنت. كما تشاهدون معي الإخوان هي هذه الآلة، هي هذه أنا أريكم إن شاء الله الطريقة. غادي نكريبتوشي لكم إن شاء الله. طبعا حنديرها بالفرنسي الاخوان باش نستافدوا مزيان بعد يعني بعد يعني الالات المخصصه لهذا الامر غير توفر اللغه العربيه. نديرها بالفرنسي الاخوان هكذا. Choisissez votre produit en touchant l'écran. Si vous souhaitez réaliser des photos destinées aux documents officiels, sélectionnez photo officielle sur la gauche de l'écran. Sinon, sélectionnez autre produit. الاخوان كما كتشوفوا معايا هنايا كاين لي فوتو اوفيسيال الباسبور لو بيرمي لو تيتر دو سيجور. ان شاء الله الاخوان هادشي اللي كيهمنا نضغطوا على هذا الاختيار بهذه الطريقه هذه. يعني كما كتشوفوا بور لو باسبور بور لا كارت ديدونتيتي ولا لا كارت فيتال، يعني هذه هي يعني الاختيار الافضل بالنسبه للاوراق الثبوتيه او الاوراق التي تخص هنا فرنسا. مثلا نديروا اوكي اخواني، هذه درت اوكي الاخوان. هنايا ما عندكش الكود بور لو باسبور لا كارت ديدونتي، حنا ما بغيناش هذه الاختيارات صراحه، حنا بغينا هذا الاختيار لو فوتو اوفيسيال لو باسبور لا كارت ديدونتي بور لو فيزا ام لي فوتو. هذا هو يعني لو سيستم جديد اللي من خلاله يمكن لك تحصل على واحد الكود او واحد الرقم التسلسلي من خلاله يمكنك ان ترسله عن طريق الانترنت الى موقع INTS من اجل تغيير رخصه السياقه او تجديدها. نديرو اوكي الاخوان. من بعد تظهرنا هذه الواجهه الاخوان كما تشاهدون معي لو بيرمي دو كوندوير ولا تيتر دو سيجور. طبعا حنايا باغيين لو بيرمي دو كوندوير الاخوان، نديرو اختيار لو بيرمي دو كوندوير. فوالا كما كتشاهدوا معي الاخوان هو الموقع اللي كنتكلمكم عليه INTS، يعني هو اغري مع هاد الماشين، يعني الصور نتاعو هنا يعني صور يعني مقبوله. طبعا يعني قال لك لو بيما او دفع التكاليف يعني بعد ما تكمل يعني من اخر الصور. وهاد الماشين يا اخوان يعني كما كنطلب تشلاموني من الاحسن دير لها الفلوس اللي كتحتاجهم يعني بالضبط، مثلا 6 صور الان من الاحسن دير 5 كورو دير صور ولا تخلص بار كارت عندك لاكارت، هي احسن طريقه كاع. Vous avez choisi un produit destiné aux documents officiels. Pour que vos photos soient conformes, veuillez respecter les consignes affichées à l'écran. طبعا ندير اوكي. Attention, nous allons procéder au réglage automatique de la hauteur de l'appareil photo. Tenez-vous droit et regardez devant vous. دابا اللي قام لي كتصور هذه المرحله خصكم ضروري تحاولوا تكون الوجه تاعكم مستوي مباشرة كما كتشاهدوا معايا. اخوان هذه طبعا الكمامة يعني مع الكوفيد الواحد يدير الحماية، ولكن ضروري يدي الصور ضروري يتحيد الكمامة، راه امر مطلوب منه. كما كتشوفوا الاخوان
في هاد اللحظة هنايا الرأس تاعي مراهش جاي في هاد الدائرة، باش تريكليه خاص أوبليجي يكون الرأس تاعك في هاد الدائرة تقريبا، ولا اليمين تاعك يكونوا في هاد لافليش هنا بالضبط. نقدر بهاد الجهة هنايا ونطلعو فوالا. أنا شوف كيما أنا طلعت دابا رجلتي يعني الوجه هذه اللي بحال هكا يعني تقريبا، لا شوية فوالا هكا مزيان، وتشوف اون فاس وبعد دير اوكي تشوف بروندر فوتو. تشوف هنا مباشرة في هاد Regardez droit devant vous. فوالا. Attention. 3 2 1 والاخوان هي اتخذت الصوره دابا، انا داير الكاميرا طبعا من اجل ان نحمي نفسي. علاش هاد الفوتو ني با كونفورم؟ باسكو لو ماسك، مادام داير الماسك ما تقدرش هاد يعني الصوره غير المعترف بها يعني. في هاد الحاله غادي نديرو جو بون ان اوتر فوتو. Pour modifier la position, utilisez les flèches sur la gauche de l'écran. Puis, appuyez sur OK pour prendre la photo. غادي نفيدكم الماسك يعني باش تخسر فيكم الاخوان المتابعين. حيدكم الماسك ان شاء الله باش تعرفوا ان شاء الله كيفاش الطريقة. ديروا اوكي. Regardez droit devant vous. Attention. 3 2 فوالا الاخوان هذه غير مقبولة، الفوتو نو كونفورم يعني مقبولاش، هذه فوتو كونفورم مقبولة. طبعا غادي نختار واحد الصورة كما تشاهدون معايا الاخوان بهذه الطريقة هكذا. هذا سكيتو ضروري الاخوان، ضروري ضروري ما تنساوهاش الاخوان، ما تنساوش هاد لا سيناتور. غادي تسيني غير باليد ديالك يعني ما تحتاجش يعني عندك ستيلو مزيان، ما عندك ستيلو غير باليد ديالك. كاين بعض الماكينات او كاين بعض الاجهزه الخاصه بالتصوير مثل هذه تحتوي على قلم يعني مصحح لهذه الشاشه، لكن الان ما عندناش قلم. غادي نجربو باليد ديالنا نشوفو ان شاء الله. مثلا هكا كل واحد سنتو ديالو، مثلا هذه السيناتور بحال هكا فوالا. الا هي هذه ديالك تبارك الله دير اوكي، ماشي هي هذه تقدر تفاصيها مثلا هاد البلاصه هكا. ملي ديرها ما تخدمش ديالك الا حسيتها ماشي هي هذيك فوالا. طبعا هذا من اجل التجريب، ديرو اوكي. جو فاليد. Pour autoriser le transfert, cliquez sur OK. Voilà, j'ai autorisé ton transfert. Voici votre commande. Vous pouvez ajouter un nouveau produit. Si vous souhaitez l'acheter, cliquez sur OK. يعني احنا يا البرو نديرو جو فاليد ما كوموند. هنا كتعطيك الاختيارات واش تخلص بار يعني بطاقه بنكيه ولا عن طريق يعني يعني الاموال يعني عن طريق الفلوس كما شاهدوا الاخوان. الا بغيت تختار لكارت لكارت بنكية تضغط على هذه. Attention, cette machine ne rend pas la monnaie. Veuillez procéder au paiement de vos achats. Réglez le montant indiqué à l'écran. دخل لكارت ديالك الاخوان. دخل لكارت ديالك هنا كاين فوق طبعا الكود باش تدخل الكود ديالك الاخوان كما تشاهدون يعني 6 اورو بريزونتي فوالا. دابا مبينة مزيان 6 اورو بريزونتي لا كارت فوالا. دخل لكارت في هذا المكان الاخوان، دير الكود ديالك. ولا عندك كارت كونتاكت حطها غير هنايا عن طريق اللمس مثلا غنتدفع لك. ولا عندك الفلوس يعني اوراق دخلها في هذه المنطقة الخضراء 5 اورو وتكمل بلا موني مثلا 1 اورو تحطها في البلاصة هذه هنايا تفحل هكا. وانت الاخوان خلصت رد بالك، خصوصا كاين بعض الماشينات اللي ما كيردوش العمواني الاخوان. وبهذه الطريقه كيما كتكمل الاخوان تكمل وتخلص. انا غير من اجل التجربة باش نقرب لكم هذه القضيه، انا غادي اني اللي كحس الشيء اللي درتو. يعني توت ميلي خمس اللي درتهم قطع الفيديو من اجل الاخوان. في هذه اللحظه انتم ملي كديروا كتخلصوا التصوير غتخرج على برا، على برا الماشينه كاين واحد المكان، واحد المكان يعني على برا الماشينه من تما تاخذ الصور ديالك الاخوان. والصور اللي تاخذهم الاخوان في هذاك المكان يعني فيهم واحد الرقم تسلسلي، هذاك الرقم التسلسلي ملي غتكون في لوسيت يعني اللي مخصص بتغيير رخصه السياقه او التجديد ديالها غتوصل واحد المرحله واحد الخانه باش يطلبوا منك يعني لي فوتو نتاعك الشخصيه. انت غتحط داك الكود وهما غادي يوصلوا اوتوماتيكمون الصور تاعك حتى عندهم ويجيك لو بيرمي تاعك بالصوره ديالك بدون ما ترسلها عن طريق البريد. وهذا يعني امر جميل وجيد يعني الاخوان اللي ما كيعرفوش. انا ان شاء الله غادي نقرب لكم هذا مثلا الموضوع كما تشاهدوا معايا الاخوان. هذه الاله من الخارج يعني راه معروفه ترتقاها في المراكز التجاريه الكبرى مثل بوش وكارفور داخل تقريبا مجموعه من الاماكن
في هذا المكان ايقون من هنا غيتاخد ان شاء الله الصوره اللي صورت في هذا المكان كيزهر هذه البلاصات، هي عباره عن اربع صور على سيناتير طبعا والرقم التسلسلي الموضوع، ونتمنى ان شاء الله يكون الاعجاب تاعكم، وشكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.